ورحمة الله وبركاته. احنا خلصنا دول خلاص، هنوريكم ازاي نشبك. مش هتفرق، هتقولي اشبك انه ناحية، مش هتفرق، حطيها وزي ما تيجي معاكي الاتنين قصاد بعض او الواحدة مع اختها، مش هتفرق، حطيهم وزي ما تيجي معاكي اقفلي. انا حطيت واحدة اهي، انا واصلة في الاخر اهو، تمام. حطيت واحدة، هعدي كله بني طبعا، التشبيك بواحده بس. بسم الله الرحمن الرحيم، ارجع فيها طبعا اهي، مشيت. شايفين اهم حاجه ان العقده تدخل جوه الشغل. هعدي الفتلتين، هعديهم دي ودي. طريقة الفيديو اللي فيه شغل المجسمات بفتلة واحدة، ممكن تشبكي هنا بفتلة واحدة بس، يعني هو في الرباعية زي ما قلت لكم برضو الافضل ان هو يكون باتنين، بس برضو الواحدة شغالة. بسم الله، مفرش الكروشيه ده برضو شغلي بس عاملة من زمان قوي، انا بحب الكروشيه جدا وعاملة منه مفارش برضو. بسم الله، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الفتلتين بعديهم، واحدة يمين واحدة شمال. اشتغلي في اي فتلة مش هتفرق، حطي الكريستالة بتاعتك في اي فتلة. شايفين كلها هعملها بالطريقة ديت. هوقف الفيديو شوية واكمل معاكم تاني. انا خلصت خلاص اهو التشبيك، تمام. دي الارضية، حلو كده. الفتلاتي من تحت هتبقى دي الارضيه. ادي بقيه الطبق انا مشبكاه برضو اهو، دي الارضيه اهي، هيتحط كده زي ما شبكنا دي. هنكمل دول كمان مع بعض اهمت، تمام. وكده خلصناها سواء طبق سواء شابوه، شابوه اباجوره، حلو الكلام. ان شاء الله كده فاضل الارضيه ديت وهيبقى خلصناه. تابعوني ان شاء الله على الجروب اللي ما عندهاش مش عارفه تفتح باقه وفتحت الفيديو ده بقدر ربنا كده، خرز وكريستال ام ساره، هتلاقوا عليه ورش كتير ان شاء الله كلها مكتوبه. والقناه بتاعتي ام ساره تعليم الكريستال، اعملوا اشتراك ان شاء الله في القناه، هيوصلكم حاجات كتير ان شاء الله جديده ودعواتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.